بما ان بقى ان بابا خد فلوس ماما وسرقها كلها، وكمان طرد من الشغل بتاعه، واصلا كده اصلا كده كده اصلا مش بيشتغل، يعني هنضطر ننقل بيت جديد، او بمعنى الاصح يعني بيتنا القديم. طب هعمل ايه؟ لا بس فكرة حلوة قوي جدا ان انا هنقل بيت جديد، هسيب المدرسة دي، ومعناه ان انا هنقل مدرسة جديدة. ياي مش مصدقة خالص هنقل المدرسة دي، ياي لسه وصلي المعلومة حاليا ان انا خلاص من المدرسة دي وهسيب المدرسة الوحشة التانية دي. بس ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ طب هما برضه لو نقلت المدرسة الجديدة لما يشوفوا شكلي على طول يقعدوا يعيبوا عليا. طب هعمل ايه انا دلوقتي؟ يوه طب الاقي حل منين بقى الوش ده؟ انا مش لاقيه له اي وصفة، انا جربت اكتر من مليون وصفة ومفيش ولا وصفة جابت نتيجة معاه. طب مين اللي هيكون عنده حل بقى؟ ماما ما عندهاش ولا وصفة اصلا، واختي ما عندهاش اصلا، كده كده حلوة من غير اي حاجة، فاكيد مش هيكون عندها خبرة في الموضوع ده. واخويا ده ولد طبعا ما لهوش في الكلام ده. بابايا هيقعد يضحك عليا وهيقول لي روحي انت شكلك جميل وتجاملني وعلى الفاضي. طب اكلم مين انا بقى؟ خلاص انا هبقى وحشة للابد، مش هيبقى شكلي حلو ابدا. يونس اصحاب الالكترونيين اكلمهم ولا لا؟ ممكن يكون عندهم حل، بس هم تافهين قوي، ما اعتقدش عندهم حل، بس في نفس الوقت حلوين قوي. خلاص اكلمهم بقى، مفيش حل غير ده. واو معقول الميك اب يغير كل ده؟ ما اعتقدش، ممكن هم عندهم حق، اجرب اعمل ميك اب. بما ان يعني انا حريفه في الحاجات دي قوي، اول ما اصحى بكره على طول على طول على طول على طول هعمل الميك اب ده، وخصوصا انه اخر يوم ليا في المدرسه اخيرا. بس هموت اشوف ردة فعلهم هتبقى ايه، اكيد هيتجننوا طبعا اول ما يشوفوني. ازاي بقيت بالجمال ده؟ اوه يا سلام. دلوقتي بقى هدخل انام عشان اصحى بدري. يانج نمتي؟ بينها نامت، لما افتح كده اشوف. نامت، اول مرة تنام بدري، بس مش بتطفي الانوار ليه؟ مش عارف. يونجو لو صحيت تصبح على خير، أحلام سعيدة. وانت من أهل ايه بابا؟ إيه انت صحية؟ ازاي يعني مش هكون صحية يا بابا؟ عيبك اللي انت عملته ده؟ انا غلطان، انا عارف، انا اسف جدا، اسف اللي انا حطيتكوا في الموقف الوحش ده. تصبح على خير. يو يا بابا بكره الدراما. يو كم النوم؟ صباح الخير يا دنيا، انا مبسوطه جدا ان احط الميك اب لنفسي اخيرا. يا ترى هيبقى شكلي عامل ازاي؟ مش قادره اتخيل شكلي.
لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الحلقات الجديدة. انا حاسه نفسي ان انا محطتش اي حاجه، بقالي ساعه عماله احط واحط وادهن ومفيش اي حاجه خالص عماله تتغير. يمكن بيتهيألي والناس لما شوفتني تلاقيني حاجه تانية خالص. يمكن لما اخد بقى العصير ده وامشي بكل ثقه. خلاص بقى ما عادش حد يكلمني، انا شكلي بقى جميل. ايه ده، نص العيله كلها نايمه، يعني صحي بدري. يلا مش مشكله، هروح المدرسه بدري النهارده. نظرات الشباب ليا بره غريبة، يمكن شكلي اتغير فعلا. يا سلام، معجبين بيا اكيد. هلاقي العلاقات كده، بصي مش قادرة اوصف قد ايه علاقات هتجيني النهاردة. مسكين، ايه بنت اللي انتي عاملة في شكلك ده؟ ايه هو مش عاجبك؟ ايه اللي انتي عاملة؟ يخرب بيت شكلك ده، انا اتفجعت. انا خلاص كان قلبي هيقع في رجليا. خلاص ده انتي يا بنتي اسود من الزومبي، ايه اللي خلى شكلك عامل كده؟ وايه البويه اللي انتي حطاها كلها على وشك دي؟ ايه شكلها مش حلو؟ يعني نظرات الشباب ليا كانوا تريقه يعني؟ ايه اللي انتي عملتيه في وشك ده؟ تعالي احكيلي بالظبط ايه اللي حصل. اللي حصل بسرعه، بس اللينا وشلتها هيجوا ويقعدوا يتريقوا عليكي وهينتهزوا الفرصه ويصوروكي وينزلوكي على النت، وهتبقى فضحتك بجلاجي. طيب ماشي، بس قلت ان انا احاول يعني، وحاولت وطلع شكلي وحش. صدقني تعبت عليا جدا، مش عارفه البنات دول ما عندهمش قلب ازاي، قلبهم حجر. اسفه انا عطلتك، لازم امشي دلوقتي. مش همسك فيكي، بس انت لازم تمشي فعلا. انا خايفه الايه نتيجه وتفضحني، انا لازم امشي. هو انت فعلا اخر يوم ليكي زي ما انت قلتي؟ انت توحشيني جدا والله، وانت كمان. سلام. بنت مسكينه فعلا، حرام مش عارفه ازاي بيعملوا فيها كده. انا متاكده هيجي يوم ويبقى شكلها جميل زي ما قلبها جميل. جون، يعني مش انت المفروض كنت في المدرسة يا يونج؟ كانش في مدرسة النهاردة. ازاي كان في مدرسة النهاردة؟ تحكي عليا؟ ممكن تسيبيني في حالي بقى شوية؟ يا ترى مالها دي؟ يا يونج ممكن نتكلم شوية؟ طيب ماشي، احكي لي بقى مالك، ضرب البوس كده ليه؟ واللي جابك من المدرسة بدري؟ مع انه شايفه يعني الطلاب ماشيين ورايحين المدارس ومفيش حد منهم بيرجع الا انتي. بحكيلك بس بامانه، بنت متتريقيش عليا. احكيلي، انا طبعا عمري ما اتريق عليكي، انتي اختي. بس قبل ما تحكيلي ايه اللي على وشك ده؟ احكيلك كل حاجه بالتفصيل الممل، بس ما تحكيش لحد حاجه ارجوك. وبس هو ده اللي حصل؟ عادي جدا. انتي مجنون، هو ايه اللي عادي؟ هو انا بقالي ساعه بحكي لك عشان تقولي لي عادي؟ ايوه عادي، مش انت راضيه عن نفسك؟ انا راضيه عن نفسي. وشايفه نفسك حلوه؟ بالظبط، بس الناس مش شايفاني حلوه خالص. ما دام انت شايفه نفسك حلوه خلاص يبقى انت حلوه، ما يهمكيش راي الناس. تفتكري كده يعني انت كلامك كده صح يعني، ومهتمش بكلام الناس؟ بالظبط. شكرا ليكي جدا، انت احلى اخت. سلام. غبية قوي، مش فاهمة ايه ده. يلا بس، انا بحبها جدا واتمنى ما عادش حد يتريق عليها، رغم ان دي حاجة بتوجع فعلا، بس يلا هتعمل ايه؟ اجيب لها وصفة؟ يمكن اجيب لها وصفة تعدلها شوية، تعدل شكلها. لا 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 خلاص، هتراجع عن الكلام، لان انا مرة جبت لها وصفة وحرقت وشها. هاي لا لا لا، مش هجيب لها عمري. نورين انت لسه واقفة؟ انا عمالة اخبط على ماما، مفيش حد في يوم بيفتح عشان لسه بدري قوي، هما نايمين. وانت ايه اللي مصحيكي بدري؟ لا مفيش، عادي يعني، صحي بدري ماشي شوية في الشارع كده يعني. ماشي. يا انجي بقولك اجيب لك وصفة؟
لا انت نسيت انت عملت ايه في اخر وش اخر مرة في وشي. لا مستحيل، لا مش عاوز شكر، الف الف شكر. خلاص انت حرة، انا قلت برضه اقولك عشان كنت عملت اللي عليا كله. يلا بقى شوف انت راح تعملي ايه. ثانية بقولك انت انهي البيت القديم بتاعنا. والله مش عارفة، احتمال كبير بكرة يعني عبال ما ماما توضب الحاجات وكده يعني وتجهزها علشان ننقل. طيب ماشي، نكلم البنات يمكن عندهم حل تاني لشكل الوحش ده، مش عارفه ايه اللي عملته فيه. يلا بقى نبتدي بقى المحادثة، يا رب يكون عندهم حل، يا رب يا رب.